يعتبر إنتاج بلح البحر من أكبر الصناعات البحرية في أوروبا، وتبلغ كمية الإنتاج حوالي 500,000 طن في السنة مع إمكانية لتحسين المردود. وقصد جعل هذه الصناعة أكثر ربحية على المدى الطويل، قررت واحدة من الشركات السويدية المشاركة في المشروع الأوروبي والقاضي بالاستفادة من آخر الخبرات والتكنولوجيات لرفع إنتاج بلح البحر. من بين 4 أو 5 أطنان جنيناها اليوم، أعتقد أن 30% سنخسرها. بفضل الخبرة المكتسبة أثناء تطبيق المشروع، استطعنا تخفيض الخسائر من 5 إلى 10%. علماء من المركز الأوروبي للبحوث يتابعون كل خطوة في عملية استزراع بلح البحر من الإنتاج إلى الاستهلاك، واستطاعوا إيجاد أكثر المراحل الحرجة في عملية الإنتاج والعمل على الحد من الكسور والنفايات. الجهود بدأت تؤتي ثمارها. واحدة من المشاكل الكبرى هي الكمية الهائلة من النفايات، والخسارة تتراوح بين 20 إلى 30%، تضيع في مختلف مراحل إنتاج بلح البحر، والهدف هو الحد من النفايات إلى 30%. صحيح أننا لم نصل بعد إلى هذا الهدف، لكن هناك زيادة في الإنتاج. لب المشروع يكمن في إعادة تدوير المياه لتخزين بلح البحر وإبقائها حية على مدى طويل، وهذا سيسمح للمزارعين بعدم الاعتماد على التغيرات المناخية التي يمكن أن تعيق عملية الحصاد، وكذا توفير الطاقة والمياه في نفس الوقت. نظام إعادة تدوير المياه لا يحتاج إلا للقليل من المياه الجديدة. وفي هذا النظام تتم إعادة ضخ 12 لترا في الساعة، ولا نضيف إلا 15 لترا في الساعة. في الضخ العادي مقارنة مع هذه الطريقة، يحتاج المنتجون إلى 20 لترا في الساعة لكل كيلوغرام من بلح البحر، وهذا من شأنه أن يرفع التكاليف، كما تتم المحافظة على نوعية المياه، وهذا من مهام المختصين. هذا من شأنه إزالة الجسيمات العضوية الدقيقة التي تخرج من بلح البحر. يوجد مضخة في الجزء السفلي من الأسطوانة والتي تصنع ملايين من الفقاعات الصغيرة التي تجتمع حولها الدهون والبروتينات المترعرعة هنا، لتنشأ بعد ذلك رغوة يتم إزالتها من النظام، وبالتالي تنظف المياه. أثناء عملية الفرز، يتعرض بلح البحر إلى دورات ميكانيكية التي يمكنها أن تؤثر على حياته. هذه المرحلة الحاسمة في خطوات الإنتاج والتي تم تحديد أهميتها. لقد وضعنا بلح بحر وهمي مزود بجهاز استشعار، والهدف من ذلك هو معرفة تأثير الطريقة الميكانيكية في الحصاد والصدمات التي يتعرض لها بلح البحر منذ بداية الإنتاج حتى نهايته. بفضل القياسات الإلكترونية على بلح البحر، عدل المزارع من سرعة دوران الآلة وكذا المياه المتدفقة، وإنتاج بلح البحر أصبح أقل خشونة. عملية لطيفة وتوفير للجهد، وكل هذا مع نوعية أفضل لبلح البحر، وأيضا باختبار من العلماء.